بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا يعني للبروجكت اللي الواحد ابتداه بفضل الله عز وجل لشرح بعض النقاط في المنهج النظري بشكل تفصيلي. الحمد لله انتهينا من شرح يونت 12 في بلاين المرتبط بالبرفورمانس مانجمنت اللي هو بيحكي في الريسبونسابيلتي سنترز والترانسفير برايس والبرفورمانس ميجرز، وانتهينا بفضل الله عز وجل من كل سيكشن اي الانترنال كنترول وكل سيكشن اف الداتا اناليتكس والكاونتنج انفورميشن سيستم والكلام ده كله. وستيل بإعانة ربنا عز وجل هنقدر نكمل الاجزاء المتبقيه، والاجزاء المتبقيه ان شاء الله الدنيا فيها هينه. معانا في سيكشن سي جزئيه تخص البالانسد سكور كارد، الحقيقه عليها كذا نقطه هنا في السي اس او في الكونتنت سبيسيفيكيشن اوت لاين. طبعا البرفورمانس مانجمنت احنا حاطين له فيديوهات بفضل الله هتخلص لك الدنيا تماما، سواء المرتبطه بالفاريانسز او المرتبطه بالريسبونسابيلتي سنترز والبرفورمانس ميجرز. يتبقى بس اللي احنا محتاجين نتكلم بشكل تفصيلي شويه على الكي بيرفورمانس انديكيتورز والبالانسد سكور كارد. الكلام ده اتشرح فين؟ انا حقيقه شرحته شرح مطول زمان بس للاسف اوديو، شرحته من هورنجرين وبلوشر وجلاين. النهارده عملت هاند اوتس جديده بفليفر جديد، عملت ميكسنج بس للثلاث كتب بتوعنا اللي هم هوك وجلاين وويلي. تعمدت ان انا اجمع ما بينهم لاني طبعا في حجم اسئله في ويلي، الطالب اللي بيحاول يحل من ويلي هيجد مشكله في التعامل مع اسئله ويلي لانها احيانا بتبقى بتهت الاجزاء اللي هم كاتبينها في كتابهم، وممكن جلايم وهوك مش بيجيبوا سرقه. فهنحاول هنا نعرض عرض شامل جدا زي ما اتعرض في سيكشن اي وسيكشن اف، هنميكس الثلاث كتب مع بعض وهنحاول ان احنا نعرض عرض ونهايلايت على الحاجات المهمه، وبعد كده هنروح نحل الاسئله اللي تم تاليفها على البالانس سكور كارد. طيب انا النهارده بتكلم على ايه؟ بتكلم على بيرفورمانس مانجمنت. يعني انا النهارده حطيت عملت استراتيجيك بلاننج، حطيت الاستراتيجي بتاعتي وحطيت الميشن والفيجن والكلام ده كله، وعايز اقيم المديرين بقى. ها يا جماعه، حققنا اللي احنا المفروض نحققه ولا ما حققناهوش؟ فكان زمان هيستوريكالي الشركات بتركز على الجوانب الفاينانشال كتقييم الاداء، ولقوا ان الكلام ده بيخلي مديرين كتير جدا تبص تحت رجليها وتاخد قرارات ممكن تعمل انفليشن للميجرز اللي هم بيقيموا على اساسها، وبالتالي ياخدوا بونصز اكبر وي وي وي. فقالوا لا، احنا هنبتدي نقيم المانجرز من خلال حاجه اسمها بالانسد سكور كارد، عباره عن بيرفورمانس مانجمنت سيستم. ببساطه بيركز على اربع جوانب، منهم واحد فاينانشال وثلاثه نون. واحد مرتبط بالكاستمر ساتسفاكشن، لان فوق الفاينانشال معانا ثلاثه نون، كاستمر ساتسفاكشن والانترنال بزنس بروسيس والليرننج اند جروث. والكلام ده احنا شرحناه فين؟ شرحناه مع يونت في ظل البلاين الجديد بقى يا سيدي، يونت 9 اتشرح مع الاستراتيجيك بلاننج، شرحنا وراها البالانس سكور كارد، بس شرحنا شرح خفيف. فخلونا النهارده نديب دايف ونخش في التفاصيل بتاعه الكتب ونشوف ايه اللي احنا محتاجين نفوكس عليه. لو رحنا للناس اللي بيألفوا الامتحان هيقول لك بص يا عم الحاج، اول حاجه سيادتك محتاج تعرفها البرفورمانس انديكيتورز. برفورمانس يعني اداء، انديكيتورز يعني مؤشرات. عايز سيادتك تعرف ايه هي مؤشرات الاداء اللي المفروض تكون في شركه محمد، وايه مؤشرات الاداء اللي المفروض تكون في شركه مسعد، لان كل شركه بتحدد البرفورمانس انديكيتورز الخاصه بيها. وبعد كده عايزك تكون فاهم اهميه الانديكيتورز ديت وانا بقيم الشركه. تكون فاهم اهميه الانديكيتورز ديت وانا بقيم الايه؟ وانا بقيم الشركه. يبقى اول نقطه سيادتك محتاج تعرف ديفاين البرفورمانس انديكيتورز، مؤشرات الاداء، مؤشرات الاداء الاساسيه لشركتك، وتعرف اهميه ده عشان تعرف بعد كده تقيم المديرين اللي بيدوروا البيزنس. ما النهارده انت حاطط بورد اوف دايركتورز بيفوض الشير هولدرز، بيفوضوا البورد اوف دايركتورز يعين المانجمنت تشتغل في البلاننج والاورجنايزنج والدايركتنج والكنترول. حلو قوي. البلاننج ادينا حطوا لنا استراتيجيك اوبجكتيفز، وحطوا وعملوا سوات اناليسز وشافوا ايه الاستراتيجي اللي لازم الشركه تتبناها، وبعد كده الكنترول، بلاننج اند كنترول. فلابد ان احنا نشوف اهميه المؤشرات ديت في عمليه الايفالويشن اللي هو الايه؟ الكنترول. طيب تاني حاجه محتاج سيادتك تفهم وتعرف المفهوم بتاع البالانس سكور كارد.
الناس اللي بتحب الترجمه بالعربي، اظن الدكتور الحجاج ده كان مترجمها ان هي بطاقه العمل المتوازنه او حاجه زي كده. محتاج سيادتك تديفاين الكونسبت بتاع البالانس سكور كارد وتايدنتيفاي الكومبوننتس بتاعتها وتايدنتيفاي الكومبوننتس بتاعتها. طبعا مكونات البالانس سكور كارد واحد فاينانشال وثلاثه نون. وبعد كده عايزك تعمل ديسكريبشن ايه بقى البرسبكتيفز اللي في البالانس سكور كارد. الفاينانشال ايه ال تديسكرايب ايه الجانب الفاينانشال ده، تعمل ديسكريبشن لجانب الكاستمر، تعمل ديسكريبشن لجانب الانترنال بروسيس، تعمل ديسكريبشن للليرنينج والجروث. وبعد كده تروح تعمل ديسكريبشن للخصائص بتاعه تطبيق البالانس سكور كارد الناجحه. لان في بعض الناس الطيبين قوي بيقول لك ايه، طب انا هاخد البالانس سكور كارد بتاعت الشركه اكس واطبقها عندي في الشركه واي يا عم ونخلص. لا يا حبيبي، دي يونيك تول لازم تكون فيها الاينمنت مع الاستراتيجي بتاعت سيادتك. طيب بعد كده عايزين سيادتك تكون فاهم يعني ايه استراتيجي ماب، تكون فاهم يعني ايه استراتيجي ماب وايه الدور بتاعها، وتعمل اناليزنج وانتربريتيشن للبالانس سكور كارد. يعني تحلل البالانس سكور كارد وتعمل لها انتربريتيشن، تفسرها، وبعد كده تقيم الاداء بناء على هذا التحليل. واخيرا هنطلب من سيادتك اللي انت تريكومند بيرفورمانس ميجرز، ودي الحته بقى اللي احنا ايه هنشقلطك فيها في الاسئله، اللي انت تريكومند بيرفورمانس ميجرز للشركه بتاعتنا في ظل سبيسيفيك كونديشنز والبيريودك ريبورتنج ميثودولوجيز المفروضه، في ظل يا عم ان الشركه ديت عندها الاوبريشنال جولز الفلانيه والاكتوال ريزلتس العلانيه. تمام كده؟ طيب انا هنا ابتديت الهاند اوتس طبعا لان الموضوع انا عايز ادرسه بالتفصيل شويه، فعملت حاجه سريعه كده هنمشي من خلالها اسمها بالانس سكور كارد بيزكس، يعني حاجات اساسيه لازم تبقى زي اسمك. طبعا اول ما ابتدى جلايم كلامه قال لك يا عم الحاج الترند النهارده في حته البرفورمانس ايفالويشن وتقييم المديرين كلهم بيشتغلوا بالايه؟ بالبالانس سكور كارد، لان هي دي الوسيله اللي من خلالها انا عايز ادير. مش انت النهارده الشركه دي تبنت استراتيجيه معينه؟ طب انا عايز ادير بقى، هل فعلا الامبلمنتيشن بتاعت استراتيجيه الشركه ماشي في الطريق المظبوط ولا لا؟ فانا محتاج تول تكون كومبرهنسيف فاينانشال ونون فاينانشال. فجت ايه؟ فجت البالانس سكور كارد، ان هي بتخليني امانج الامبلمنتيشن بتاع الاستراتيجي اللي الشركه الفلانيه تبنتها. تمام. البالانس سكور كارد بالتالي تعتبر تول مصممه عشان حته مانجنج البرفورمانس. يبقى الاول نقطتين هنا انا بثبت ان انا عايز اعمل مانجنج للبرفورمانس على مستوى استراتيجيك. طيب تاني حاجه، البالانس سكور كارد تعتبر تول للكوميونيكيشن. واحد بيقول لي ازاي تول الكوميونيكيشن؟ مش البادجت لعبت دور في الكوميونيكيشن وصلت للمديرين يا جماعه ايه المطلوب منا خلال السنه الجايه؟ اهي النهارده البالانس سكور كارد هتلعب دور برضه للمانجرز، هتقول لهم والله ادي الاستراتيجي اللي احنا عايزين نحققها، وادي المؤشرات الاساسيه اللي انتوا لازم تكونوا واخدين بالكم منها. ان احنا هنقيم ادائكم بيز على مدى نجاحك في تطبيق الاستراتيجيك جولز بتاعت الشركه. فالبالانس سكور كارد كاداه للتقييم لتقييم الاداء بتحاول تلنك ايه؟ قياس الاداء بتاع المديرين مع ايه الحاجات المهمه والحرجه لشركتي عشان تنجح. ركز في البق ده. انا النهارده شايف ان حاجه مهمه جدا 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 ان انا احافظ على البروزه ما يقعش. لو ده بالنسبه لي كريتيكال سكسس فاكتور. هاجي اقول لك يا محمد انا هقيم ادائك، خلي بالك البلوزه ما يقعش. لقط الليله بلنك الكريتيكال سكسس فاكتورز بالميجرمنت بتاع البرفورمانس. طيب عندنا بعد كده مفهوم كده طلع برضو من الحاجات اللي طلعت مع البالانس سكور كارد والكلام ده، حاجه اسمها كي بي ايز، الكي بيرفورمانس انديكيتورز، اللي هي مؤشرات الاداء. مؤشرات الاداء دي تعتبر سبيسيفيك اليمنتس، تعتبر ميجرابل اليمنتس. تعتبر ايه؟ ميجرابل اليمنتس. هديك اكزامبل حالا يوضح لك الفكره. انا النهارده بياع، بديهيا اخلي مؤشر الاداء بتاعك ايه؟ بيعك. انت النهارده تشيف اكزيكتيف اوفيسر، اخلي مؤشر الاداء بتاعك ايه؟ ممكن الفير فاليو بتاعت سعر السهم بتاعنا في البورصه. انت النهارده ماسك اللوكيشن، ايه المؤشر الاداء بتاعك؟ اخليه البوتوم لاين. انت النهارده راجل ماسك تريجري وكاش فلو بقى والكلام الحلو ده، ايه مؤشر الاداء بتاعك؟ اخليه مثلا الليكويديتي. لقطت الفكره؟ طيب فالكي بي ايز تعتبر سبيسيفيك ميجرابل اليمنت، زي المبيعات، زي سعر السهم في البورصه، زي الارباح، زي السيوله. ممكن منها الفاينانشال الامثله اللي انا قلتها،
ومنها النون فاينانشال. يعني ايه الكلام؟ يعني اجي اقول لك انت النهارده راجل بياع، انا مش بس هبص لك من البرسبكتيف بتاع الفاينانشال، ان من الكي بي ايز بتاعتك المبيعات، لا ده انا هبص لك ان النهارده ايه درجه الكاستمر ساتسفاكشن. هنعمل سيرفي بقى ونشوف. جميل. ممكن برضو من البرسبكتيف النون فاينانشال اللي هو بتاع الكاستمر، اتصور كي بي اي مثلا زي ايه، البرفورمانس بتاع الناس اللي عندك في الماركتنج، البرفورمانس للناس اللي شغاله عندك في السيلز، ما ده يعتبر برضو مؤشر اداء. جميل. للناس اللي بقى ماسكين الاوبريشن، ممكن اتصور الكي بي اي بتاعتهم مثلا البرودكتيفيتي، مؤشر الاداء بتاعك يا اللي ماسك الاوبريشن، البرودكتيفيتي بتاعتنا، او ان انت على طول ريدي لو جالك اي اوردر. او طبعا حاجه مهمه جدا جدا جدا، اهم كي بي اي تقريبا في الشركات دلوقتي بقى للناس بتوع الاوبريشن، طبعا السيفتي، والكل السيفتي. جميل. فانت لو عايز يتبادر لذهنك كي بي اي في حته النون فاينانشال مثلا زي الانترنال بروسيس، على طول السيفتي. جميل. طيب لو عايز اتكلم بقى على حته الناس، انا عايز احط كي بي اي للمديرين، اعرفهم ان في كي بي اي يا جماعه ليك مهم قوي لازم تشتغل عليه، زي مثلا الاتش ار ديفلوبمنت، ما ده كي بي اي اساسي. واللي انت يبقى عندك ورك فورس كومبتنت، ده كي بي اي ليك برضه، اللي انت ايه تظبط الليرنينج والجروث بتاع الناس. فدي امثله كده نحاول ان احنا نتمعن فيها عشان على طول يبقى متبادر لذهنك يعني ايه كي بي اي. الكي بي اي عباره عن سبيسيفيك اليمنت بيتقاس عند بتاع المبيعات، المبيعات نفسها، اداء الناس اللي شغاله تحتيه. لو فاينانشال، الكي بي اي اللي ممكن يتبادر لذهننا الربح، سعر السهم في البورصه. الحته بتاعت الكاستمر ساتسفاكشن، رضا العميل نفسه يعتبر كي بي اي، الكواليتي نفسها تعتبر كي بي اي، الناس بتوع الاوبريشن الكي بي اي بتاعهم في الانترنال بروسيس، يبقى السيفتي دي من اهم الحاجات، هي والبرودكتيفيتي، وان هو يبقى جاهز لاي اوردر، ده يعتبر كي بي اي سبيسيفيك ميجرابل نون فاينانشال اليمنت. الليرنينج والجروث، الناس بقى بتوع الاتش ار هنا، ايه يا جماعه الظروف؟ ايه اخبار الاتش ار ديفلوبمنت؟ ده يعتبر كي بي اي بالنسبه لهم. جميل. الكومبتنس للناس اللي شغاله، ده يعتبر كي بي اي بالنسبه لهم. واضحه كده الفكره؟ طيب بيقول لك الكي بي ايز ديت تعتبر سبيسيفيك، خلاص بقى ميجرابل فاينانشال ونون فاينانشال اليمنتس لاداء الشركه، اللي هو يعتبر مهم جدا عشان نحقق الميزه التنافسيه، الكومبتيتيف ادفانتج. الميزه التنافسيه بتاعتي النهارده، انا اقدر اقول ان انا عندي ميزه تنافسيه امتى؟ لو انا بكسب اباف الافريج بتاع الماركت، يبقى انا كده بحقق الميزه التنافسيه. انا النهارده بقى بكريت لكل مؤشر اداء مقياس اقيس بيه. ركز بقى في البق ده، لكل كي بي اي بحط قصاده ميجر، مقياس اقيس بيه الاداء، مؤشر الاداء. يعني اديك مثال، مش انت بتقول لي مثلا انت عايز في الناس بتوع الاتش ار في الليرنينج والجروث، مش انت عايز تخلي من مؤشر الاداء بتاعهم الكومبتنس للورك فورس؟ عايز اخلي الكومبتنس للورك فورس ده مؤشر اداء بالنسبه لهم. عايزك تحط مقياس، واحد يقول لي نحط مقياس بقى ايه؟ ايه؟ ممكن نحط مقياس فاينانشال، لعلمك مقياس نون فاينانشال. هو الكي بي اي اصلا واقع تحت سيكشن برسبكتيف ليرنينج اند جروث، وعلى الرغم من كده انا ممكن اقيسه بالفلوس، ان دولار فاليو. اجي اقول لك هي ايه تكاليف التريننج عندك في الشركه؟ عشان اقيس بيها، هو التريننج بيصب في الكومبتنس. وممكن اقيسه عن طريق ساعات التدريب. يعني خلينا كده ايه عشان انت ما تتوهش، خلينا نوريك حاجه حلوه قوي. هنعمل كده وهنعمل كده وهنيجي نكتب كده. انا الكي بي ايز بتاعتي ممكن تقع في انهي ملعب؟ ممكن تقع في ملعب الفاينانشال، انا عايز مؤشرات اداء على الجانب المالي، ومؤشرات اداء على جانب الكاستمر، ومؤشرات اداء على جانب الانترنال بروسيس، ومؤشرات اداء على جانب الليرنينج والجروث. حلو قوي. هاجي على مؤشر الاداء المالي، هختار الكي بي اي اللي يناسب شركتي وبالنسبه لي مهم جدا، اللي هو يبقى من مؤشرات الاداء. جميل.
زي ايه مثلا؟ انا هاجي في الجانب المالي، في مؤشر الاداء المالي، هاجي اقول ايه؟ هاجي اقول ان انا هخلي للمديرين في مؤشر اداء المبيعات سيلز، هخلي فيه اداء مؤشر اداء مثلا سعر السهم في البورصه الستوك برايس، اخلي مثلا البروفيت نفسه، السيوله، الليكويديتي، دي مؤشرات اداء اساسيه بالنسبه لي، كي بيرفورمانس انديكيتور. هاجي قصاد مؤشر الاداء بتاع المبيعات ده، مؤكد انا هحتاج احط مقياس المدير، هاجي اقول له خلي بالك انا هاجي اقيسك، اما اجي اقيسك هقيسك عن طريق مقياس معين، فهنا هضطر احط ميجر. ممكن اقول اقول له مثلا في المبيعات النيو برودكت سيلز، مبيعات الايه، المنتجات الجديده دي، هتبقى مؤشر المقياس اللي هيتقاس بيه الكي بي اي ده. هاجي له مثلا الراجل اللي حاطط له مؤشر اداء سعر السهم في البورصه، هاجي اقول له انا ما اجي اقيس ادائك اقيسه بالبرايس ايرننج ريشيو، حاجه تدرسوها بارت 2 كده، البرايس على الايرننج، الربح بتاع الشركه، اجي اقول لما اجي هقيس ادائك يا مدير زي ما خدنا في الريسبونسابيلتي بالار او اي، احط مؤشر اداء الليكويديتي يا مدير، اما اجي هقيس ادائك هقيسه بمقياس مثلا الكويك ريشيو، الكرنت ريشيو. نيجي مثلا على مؤشرات الاداء الخاصه بيه، الكاستمر ساتسفاكشن، الزبون يبقى راضي، هاجي اقول للمديرين بتوعي، تعالى بقى نحطها هنا عشان الدنيا ما تتزحمش مننا، نحطها هنا مثلا، هاجي اقول لمؤشر الاداء بتاعك يا مدير النهارده هنيجي مثلا للبياعين بتوعنا، نقول لهم يا جماعه مؤشر الاداء بتاعنا الزبون يكون راضي، خلي بالكم. جميل قوي، يبقى مؤشر الاداء بتاعي ككي بي اي هيبقى الكاستمر ساتسفاكشن نفسه. جميل، طب هقيسكم ازاي بقى؟ هاجي اعرف ازاي انت الكاستمر ساتسفايد ولا مش ساتسفايد؟ هنيجي عند الكاستمر ساتسفاكشن، هاجي اقول للمديرين بتوع البيع يا بياعين الله يكرمكم، المؤشر الاداء بتاعكم خلي بالكم هو الكاستمر ساتسفاكشن. فيجي المدير يسالك طب وانت هتقيس ادائي ازاي؟ فاقول له بص انا هقيس ادائك بالفلوس بحاجه فاينانشال، وهقيس ادائك بحاجه نون فاينانشال، على الرغم خلي بالك انا بتكلم في البرسبكتيف النون فاينانشال. فاجي اقول له ايه؟ انا هاجي مثلا ابص على المعدل الدولار اماونت بتاعت مردودات المبيعات، اخد بالك من الكلام؟ اخلي مقياس اللي هقيس بيه الكي بي اي بتاع الكاستمر ساتسفاكشن ايه الظروف بتاعه الفلوس بتاعه المردودات بتاعه المبيعات، والجانب النون فاينانشال ممكن اخليها الماركت شير بتاعنا. اجي مثلا اتفق مع المديريه يا جماعه خلي بالكم البرومبت ديليفري من مؤشرات الاداء بتاعتكم، واخد بالك يعني ايه برومبت ديليفري؟ يعني تودي الحاجه للزبون على طول. طب اما تيجي تقيسه هيقول لك طب انت هتقيسني ازاي؟ ما انا محتاج افطمه برضه. هاجي اقول له انا هقيسك عن طريق الترند في الدولار اماونت اللي بنصرفه في الدليفري اكسبنس، ومن ناحيه النون فاينانشال هشوف ايه الريت، ايه معدل اللي انت اديت الحاجه للزبائن ايه في وقتها. هاجي اقول للراجل اللي ماسك البياعين يا عم الحاج انا من مؤشرات الاداء الاساسيه عندنا سيادتك، والمهمه جدا ان سيادتك الاداء بتاع الناس اللي عندك لازم يبقى اخد بالك منه، الماركتنج بيرفورمانس، فانا ممكن اقيس ادائي. يجي يقول لي انت تقيس ادائي ازاي؟ هاجي اقول له انا هقيس ادائك اشوف الترند بقى في المبيعات بيزيد في الدولار اماونت عامل ازاي، هل ماشي كده ولا الدنيا ماشيه كده، اخد بالك من الكلام. هيجي يقول لي طب هتقيسني بالنون فاينانشال ازاي؟ هاجي اقول له ايه، مش انا النهارده حطيت لك الكي بيرفورمانس انديكيتورز، مؤشر الاداء اللي هو الماركتنج بيرفورمانس، خلاص هشوف الماركت ريسيرش بتاعك ايه النتائج بتاعته وهكذا. نيجي مثلا على البرسبكتيف بتاع الانترنال بروسيس، الانترنال بروسيس هاجي اقول الانترنال بروسيس ايه مؤشرات الاداء الاساسيه بتاعتي؟ طبعا السيفتي، انا عارف ان ممكن بعض الكتب ما تحبش تكتب السيفتي في الاول، بس احنا عندنا في الشركه هو اول حاجه السيفتي، ده مؤشر الاداء اللي لازم الناس بتوع الاوبريشن ياخدوا بالهم منه. طيب هقيس اداؤه ازاي؟ طبعا النون فاينانشال مشهور قوي هنا، ايه عدد الانجرز اللي بتحصل في السايت بتاعك، وهنا ممكن الاماونت بتاع الدولار اماونت بتاع الايه الكليمز بتاعت الانجري دي، يعني واحد اتعور اتصرف عليه كام، هنا عدد الايه الناس اللي اتعورت او اتصابت، او طبعا لا قدر الله حد مات. نيجي مثلا نشوف مؤشر اداء تاني زي الانتاجيه، البرودكتيفيتي. جميل،
هاجي المدير يجي يقول لي انت ازاي هتقيس البرودكتيفيتي بتاعتي؟ هاجي اقول له بص يا نجم، الانتاجيه بتاعتك انا هقيسها بمقياس مالي، اشوف ايه التغير اللي حصل في ايراداتي، ايه التغير اللي حصل في مصروفاتي، وهقيس انتاجيتك بمقياس غير مالي عن طريق كم وحده بتنتجها مع كل ساعه مكن، كم وحده بتنتجها مع كل ساعه مكن، كل ما بتكتر عدد الوحدات المنتجه بالماشين اور ده دليل على انتاجيه افضل وهكذا. الليرنينج والجروث بتاع الموظفين اللي شغالين في الشركه، حته بقى مرتبطه بالاتش ار شويه، هنيجي نقول لهم يا جماعه من مؤشرات الاداء بتاعتكم الاتش ار ديفلوبمنت، ده مؤشر اداء مهم قوي، تطوير الاتش ار. هيجي الراجل بتاع الاتش ار يسالك هو انت هتقيس ادائي ازاي؟ هيجي اقول له انا هقيس ادائك بمقياسين، مقياس مالي هقيس ادائك من ناحيه عشان اشوف الاتش ار ديفلوبمنت حصل ولا لا بالتكاليف بتاعت الريكروتمنت، او بالنون فاينانشال بالبرسونال تيرن اوفر. يبقى قلنا الليرنينج والجروث بتاع الموظفين في الشركه، طبعا هنا هيتبادر لذهننا تقييم الاداء بتاع الناس بتوع الاتش ار، فهنحط لهم يا جماعه عندنا مؤشر اداء مهم جدا 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 بالنسبه لنا في الشركه، الديفلوبمنت اللي بيحصل في الاتش ار. طب اما يجي بقى هنا مدير الاتش ار يسالني هو انت هتقيس ادائي ازاي؟ هقول له انا هقيس ادائك بمقياس مالي تكاليف الريكروتمنت، وهقيس ادائك بمقياس غير مالي البرسونيل تيرن اوفر مثلا، انت كم واحد بيمشي. هنروح مثلا للناس اللي ماسكه الريسيرش اند ديفلوبمنت، او برضه خلينا برضه مع الاتش ار في مقياس اداء تاني. من مؤشرات الاداء المهمه جدا للاتش ار الكومبتنس في الناس اللي شغاله. طيب المدير الاتش ار هيجي يقول لك هو انت هتقيس اداء ازاي من حته ان انت تشوف المؤشر ده بيتحقق ولا لا بتاع الكومبتنس؟ حاجه اقول له عن طريق تكاليف الريتيننج اللي بتعملها للموظفين، تكاليف التريننج عشان تحافظ على التريننج والريتيننج، دول تكاليف بنصرفها عشان خاطر نحافظ على الناس الكويسه. وهقيس ادائك باداء بمقياس غير مالي زي الاورز اوف تريننج. نقطه الليله كده لما بس بنحاول ايه قبل ما نخش في التفاصيل، لان التفاصيل ممكن تكون كتيره من الثلاث كتب، بحاول ان انا هنا استبلش معاك بيزكس لازم تبقى زي اسمك، وده الطريقه اللي احنا تعودناها دايما في تناول اي اجزاء نظري. يبقى الشركه النهارده بتايدنتيفاي الكي بي ايز بتاعتها، حلوه قوي كلمه اتس كي بي ايز، عن طريق ايه بقى؟ هو انت حلو في ايه؟ هو انت وحش في ايه؟ اللي هو السوات اناليسيس. من السوات اناليسيس بتيجي تقول والله انا محتاج يكون عندي مؤشرات اساسيه زي ان انا اديفلوب منتجات جديده، ان انا يكون عندي ديفلوبمنت للاتش ار، ان انا يكون عندي ورك فورس كويسه، ان انا يكون عندي حجم مبيعات معينه. وبعد كده بنحط المقاييس اللي هنقيس بيها الكي بي ايز دي. طبعا البالانس سكور كارد زي ما شفنا بتتناول الفور برسبكتيفز بتوعنا، واحد فاينانشال وثلاثه نون، الكاستمر ساتسفاكشن والانترنال بزنس بروسيس والليرنينج والجروث. طيب ومن الحاجات برضو اللي بينبهوا عليها، لان واحد يقول لك انا عمال اعلم في الموظفين وبظبط الانترنال بروسيس وبظبط الكاستمر ساتسفاكشن، بس مش شايف مردود ده على الفلوس، على البروفيتس، على المبيعات. نقول له لا حبيبي، خلي بالك اللاجنج انديكيتور اللي هو الجانب الفاينانشال وجانب الاوتبوت والفاينانشال ميجرز بتاعتك والليدنج انديكيتورز لازم تاخد بالك من العلاقه ما بينهم، بمعنى ان الانديكيتور الاولاني اللي هو الانديكيتورز الثلاثه النون فاينانشال ليدنج جروث دخولا على الانترنال بروسيس دخولا على الكاستمر ساتسفاكشن، دول لازم بيستخدموا ان هم بيدوا بريدكتورز للالتيميت فاينانشال بيرفورمانس، بس الكوز اند افكت مش شرط يتحقق على طول. من الحاجات برضو اللي هنتكلم عليها بالتفصيل الاستراتيجي ماب اللي بتلنك الاربعه الواحد فاينانشال وثلاثه نان مع بعض، وبتعمل ترانسليشن للاستراتيجي بتاعت شركتي بس بشكل اوبريشنال ايه شويه، يعني ازاي هنطبق بقى، فاهم يعني؟ بيدينا هاي ليفل فيو للاستراتيجي بتاعت شركتي وايه هي الاولويات بتاعتي، وبالتالي الشركه تقدر تتمكن اللي هي بقى تعرف تعمل الميتريكس اللي المفروض نعرف نقيم بيها اداء المديرين تجاه الايه الاستراتيجيات المحدده. طيب دي كده البيزكس اللي لازم سيادتك تبقى اوير بيها قبل ما نبتدي نتكلم على التفاصيل. طبعا بديهيا اول عنوان معانا بالانس سكور كارد، حاطط لك واحد عشان اربط لك ال او اس تحت، بقول لك ان دي العنوان ده مرتبط بعنوان بالنقطه بتاعت ال او اس اللي هي ديفاين بالانس سكور كارد واعرف لي الكومبوننتس بتاعتها. احنا قلنا ايه؟ قلنا المنهج بتاعنا مكون من ثلاث حاجات اساسيه في المانجيريال، يعني
البرودكت كوستنج والبلاننج والكنترول، بلاننج اند كنترول والديسيجن اناليسيس. طيب سيبنا دلوقتي من البرودكت كوستنج والديسيجن اناليسيس، خلينا نتكلم على البلاننج اند كنترول. انا في مرحله البلاننج عملت ايه؟ انا في مرحله البلاننج عملت ايه؟ حطيت الخطه الاستراتيجيه بتاعت الشركه في متضمنا طبعا ايه اهداف شركتي، وعملت فورميليشن للاستراتيجي قد تكون الكوست ليدرشيب او ديفرنشيشن عشان اعرف اوصل للاوبجكتيفز، وابتديت اطبق في الاستراتيجيه بتاعتي. هحتاج اعمل كنترول، ما هو بلاننج اند كنترول، حطيت الهدف، حطيت الهدف، عملت صياغه للاستراتيجيه اللي تتبنتها، طبقت الاستراتيجيه، الف الف مبروك. هنحتاج ايه بقى؟ هنحتاج نعمل مانجنج للاداء بقى بتاع المديرين في الوصول للهدف ده. من خلال ايه؟ من خلال البالانسد سكور كارد. عشان كده بنقول البالانس سكور كارد تعتبر تول معمول عشان خاطر ايه؟ التول ديت اعمل بيها مانجنج لاداء الشركه بتاعي. جميل؟